مساكم الله بالخير أيها الأحبة، حياكم الله معنا في حلقتنا لها اليوم. راح نتكلم فيها إن شاء الله عن موضوع جدا مهم، وهو طبعا ذوي الإعاقة وكيفية دمجهم في التعليم العام. كل هذه المواضيع إن شاء الله تتعلق بهذا الجانب وأكثر في حلقة اليوم، كيف يتم دمجهم وما هي أبرز التحديات، وكيف إن شاء الله يتم هذا الدمج بنجاح وفعالية أكثر. تابعونا في هذه الحلقة. يا هلا فيكم أيها الأحبة من جديد، وحول هذا الموضوع عن المعاقين ودمجهم في التعليم العام، رحب بضيفي في هذه الحلقة باسمكم بضيفي الفاضل الأستاذ علي الثويني، أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. حياك الله أستاذ علي، مساك الله خير وسعيد بلقائك. بارك الله فيك، الله حييك، جزاك الله خير على استضافة. سعد مبارك. طبعا نقول الأستاذ علي الثويني، دمج المعاقين بالتعليم العام ماذا يعني ذلك؟ يعني حياة للمعاق. يا سلام، عرفت شلون؟ نعم، يعني لما أنت تدمج معاق في التعليم العام، زين، أنت عرفت على الحي اللي هو فيه، على البيئة المجتمعية اللي هو فيها، على أصدقائه في المنطقة وفي الفريج. يا سلام. زين، عودت على ان عودت الاخرين على وجود هذا المعاق وياهم، ما يستغربون النظرات هذه اللي كذي خلاص راح تروح. نعم. زين، اللي فقير مسكين والله شافيه وكذا، هذا كلها راح تروح، راح يبدا التعاون ايضا والتكافل بينهم. لما تجد يعني تجد كفيف، زين، يدز واحد من المعاقين الويلتشير وهم اصدقاء يروحون للمحاضره او يروحون للفصل مالهم، فيصير في تطور يعني سواء نفسي وجداني او تطور حتى مجتمعي بين المعاقين وغير المعاقين. فلما انت تبدا في الدمج ايضا اهاليهم، زين، راح يكونون هناك مرتاحين. ليش؟ لأن يحسون أن المجتمع يعني ما يستغرب عيالهم. يا سلام. فالدمج التعليمي دائما هو يكون انطلاقة للدمج الرياضي والاجتماعي والترفيهي. ليش؟ لأن معاي في الصف. صحيح. إذن هو حياة. إيه، حياة، حياة المعاق راح تكون يعني تختلف عن كونه منعزل في المدرسة. الدمج التعليمي هو أول خطوات الدمج الكامل الشامل في المجتمع للمعاقين. جميل. طيب، طبعا له عوامله وله. طيب استاذ علي، اذا اتساءل كيف يعني ناويين يكون هالدمج، يعني خصوصا هناك فئات من المعاقين متعدده، هناك يعني الصم، هناك البكم، هناك بطيء التعلم، هناك فئات كثيره. الحين اللي يسعون له والخطه الموجوده، شو راح يصير الدمج في التعليم العام للمعاقين استاذ علي؟ الحين اللي قاعد يدور يدور يعني مو شيء رسمي الان. لا، الرسمي تقول لكم واحد رسمي. تقول واحد من التعليم الخاص يقول لكم. احنا نراقب ونتابع. جميل. ايه، وحتى نقابل المسؤولين ونسمع شنو عندهم وكذا. اخر ما وصل لكم. اخر ما وصلنا هناك دراسه لدمج الاعاقات الحركيه. ان شاء الله. من تقريبا الشهر اللي طاف في اجتماعات التعليم، وفي دراسه كامله موجوده، حتى قانون التعليم موجود. يا سلام. يا سلام. فهناك يقول لك ناس قابلة للدمج. نعم. وفي طلبة غير قابلين للدمج، العادات العقاد الشديدة كلش. ها. نعم. زين، العقاد الشديدة هذه مرة واحدة كلش، اللي ما تصلح تدخل مدرسة، زين، هذه لها أيضا مسارها التدريبي يعني أو العناية فيها. يبقى شنو العقاد الأخرى اللي هي قابلة للدمج والتدريب والتعليم. زين، احنا ندعو ان يكون مثل ما تذكر الاتفاقيات وكذلك قانون المعاقين، ان يبدا المعاقين في المراحل الاولى من الطفوله، سواء في الرياض وفي الابتدائي. يبدا من البدايه. يبدون من البدايه. يا سلام. ويكون هناك طبعا لجنه كامله من المدرسين والاخصائيه الاجتماعيه والنفسيه وغيرها. متى ما تبين ان هذا المعاق ما عنده المقدره او قدراته، ما تاهله انه يكمل اكاديمي، يا سلام، زين، تبدا مسارات اخرى. يعني مثل عندنا غير المعاقين، اذا ما قدر يكمل يتعثر. بالضبط. نقول تعثر. بالضبط. فيروح مثلا تعليم كان موازي، ويروح تعليم مهني وغيره.
أو يروح بطء تعلم أو غيره. كذلك كذلك المعاق إذا ما قدر، المعاق حاله حال المفترض، حاله حال غير المعاق بالضبط. فيجب أن يكون في المدرسة عند بيتهم زين، ويدخل المجال الأكاديمي في حالات نقول والله هذا شديدة، مثل توحد ولا داون ولا غيره، نقول والله هذا ما في ما يقدر يتعلم. لكن تطلع لنا بعض الأطفال يطلعون أنهم قابلين للتعلم ويجارون زملائهم في صحيح. ليش نحرمه احنا؟ صحيح. في بعضهم توحد يجاريهم كلهم ويتفوق عليهم كلهم. صحيح. ذكي جدا. فاحنا يبدا اول شيء من المدرسه، يبدا من التعليم الاكاديمي، بعدها تبدا عاد المسارات الاخرى سواء تدريبي او مهني او غيره. زين. وفي حاله التعثر ايضا يكون لهم ايضا منهج او مسار تعليمي، لكن يجب ان يندمجون من البدايه في التعليم. ممتاز. في المدارس. زين. وممكن يعني كنا حتى احنا اول يعني كنا لما يكون في ندرس الصف نعرف ان الصف في ثلاث مستويات، في الضعيف وفي المتوسط التعليم العادي والمتفوق. نعم. زين. فكنا حتى ناخذ الضعيف في مختبرات او في فصول خاصه كذا نقويه وكذا. فوجود التنوع حتى في القدرات، تفاوت في مستويات القدره، يؤهل المدرس انه يتعامل معاهم. يا سلام. كذلك بعض العلاقات اللي تحتاج الى مدرس مساعد يوفر له، يتم توفير له مدرس مساعد معاه، المهم يكون مع زميله داخل في الفصل. يا سلام. زين. وتبدا عاد بعدين مثل ما قلت لك المسارات في باقي السلم التعليمي، لكن الدمج هذا ضروره لابد منها في المدرسه. لما يصير الدمج يجب ان يكون معاه شنو الخدمات عاد المسانده، من علاج طبيعي، من نطق وتعديل سلوك وغيره وغيره. يا سلام. هذه الامور يجب ان المدرسه اللي فيها دمج، وهذا مذكور في المشروع مال الحكومه. صحيح. يعني جزء من اللي قاعد اقول لك موجود. صحيح. مشروع الحكومه اللي ناويه فعلا انها تبدا تطبق الدمج فيه. نعم. ويكون معاهم الخدمات المسانده في المدارس اللي فيها دمج. تبدا اول مدارس تبدا مدارس معينه وبعدين تبدا توسع في عمليه الدمج، لان ايضا احنا عدد الطلبه اللي عندنا، لما نشوف عدد الطلبه اللي عندنا مثلا المكفوفين واللصم تلقاهم عدد قليل يعني. صحيح. يعني احد الاراء اللي من نفسهم الصم او المكفوفين يقول لك لما توزعنا احنا شلون احنا كمعاقين شلون تبادل المعلومات بعضنا، شلون نتقي بعضنا معلومات، نقول لهم تلتقونهم ان شاء الله تنورون ربعكم. صحيح. تاخذونها من ربعكم يعني. صحيح. والصم ان شاء الله يتعلمون طلب الاخرين وتعاملون معهم. انا استاذ علي فعلا ذكرت جانب مهم، انت لما تخليه من صغره في الرياضه الاطفال الابتدائي خلاص تعود يتعامل مع الكل، لكن تعود هذاك تعود بالضبط الجانبين، لكن لما يكون على كبر لا يكون في صعوبه شويه. على كبر لما يكون شلون وفي صعوبه لا شك. زين. لكن لما يكون مثلا حركي مثلا او بصري موجودين مثل ما قلت لك في الجامعه، هم على كبر دشوا الجامعه ودشوا التطبيق، لكن دمجوا ومشوا. العوائق اللي عندهم شنو هي؟ في مساله المباني والمنشات. صحيح. وكذلك تعامل الهيئه التدريسيه بعضهم ها معاهم بعض الله هديهم ما شاء الله في ما شاء الله صدر علي بعضهم ما شاء الله تبارك الله، بعضهم ما شاء الله يقدم حتى على دراسات عليا ما شاء الله وابدع في الجانب تبارك الله. صحيح. في عوائق مثلا مترجمين لغه الاشاره. صحيح. والله قاعد اشوف التعلم، قاعد اشوف بعض المترجمين في جامعه الكويت مع بعض نعم. اي هذا جهد طبعا، جهد سواء من الجمعيه مالتنا وتنسيق. صحيح. مع وزاره التربيه، مع اداره التربيه الخاصه، مع مقابلات وكذا، وجهد ايضا لا زال من عمادات شؤون الطلبه في التطبيق والجامعه جزاهم الله خير. وهناك متطوعين او متطوعات كذلك جهد. صحيح. في مساله توفير مترجمين لغه الاشاره. بالله. تكاتف يعني كامل، لكن لما يكون الدمج من البدايه. صحيح. لا شك انه راح يكون هناك خط واضح لتوفير مترجمين لغة الإشارة من الرياض أو من الحضانة من الفوضى إلى الابتدائي إلى غيره، وهذا منهج دولة يعني. نعم. كله بالحسبان. لكن أستاذ علي فعلا ذكرت في تحديات في هالجانب، لكن إذا وفرت في خلال بعض المدارس المجهزة يمكن شوية الأمر يكون أهون لما تكون الأمر لا مجهز بشكل كبير. عشان كذي بيبدون في بعض المدارس أساس على قدر الطاقة اللي موجودة يبدأ التوسع هذا. وطبعا كل هذه واكبها دراسات، واكبها مناهج، واكبها تهيئة معلمين، واكبها تخصصات معينة، كلها في الدراسة اللي قدمتها التربية واللي احنا قرأناها كلها حاسبين حسابها. وإن شاء الله الشباب القياديين في وزارة التربية إن شاء الله قادرين على يعني تنفيذ هذه الخطوة بمساندة بعض القياديين المتفهمين إن شاء الله في وزارة التربية،
مع إن شاء الله يقر قانون التعليم كذلك، لأن قانون التعليم قدم في بعض الدكاترة الكويتيين جزاهم الله خير كان وايد ممتاز، إن شاء الله يقر يبدأ توافق الجميع في مسألة خطة الدمج. إذن إن شاء الله الخطة هذه فيها الجانب أستاذ علي بها التكامل إن شاء الله، يعني كتفاؤل نقول ما في تحديات إن شاء الله تبقى كبيرة، ولا هناك تحديات فيها أكيد راح تبقى تحديات. تحديات وأكيد في لجنة تقييم لها وتذليل هذه التحديات وغيرها. طبعا أنت يعني من التحديات أنك لازم توعي البيئة التدريسية وكذلك المعلمين والمدرسين والأولياء الأمور اللي قد يقول لك والله أنا ما أبي ولدي هني، ما أبي ولدي، ما أبي هذيلا مع ولدي، ما أبي كذا. زين تهيئ أيضا، يعني أنت بتقول حق المجتمع تقبل الدمج، لازم تقول حق المعاق أيضا تتقبل الدمج، ترى بنوديك هناك تقبل الدمج. التنمر اللي قد ينشأ أيضا يجب أن يحسب حسابه. زين الخصائص الاجتماعي أو النفسي شلون يتعامل مع المعاق، شلون يتعامل مع المشاكل اللي قد تطرأ أثناء الدمج، هذه كلها تحديات إن شاء الله محسوبة. هل التجربة هذه معمول فيها في دول يعني مجاورة أستاذ علي أو في الخارج إن في دمج المعاقين مع؟ أكيد، لأن في ناس سبقتنا وعندهم المدرس أو عندهم المرشد المتنقل، عندهم المسؤول على القرف المصادر، عندهم يعني سابقينا، واكيد احنا نستفيد منهم اكيد يعني. طيب خلينا نتكلم استاذ علي عن ايضا ذكرت جانب مهم الان، وهو ان يكون ايضا الطاقم الاداري والتدريسي والتعليمي وايضا حتى الاخصائي الاجتماعي والنفسي يكون شخص مؤهل للعمل في هذه البيئه. امانه بيئه مو سهله، مو سهله انك انت عندك النوعين امانه، النوعي والعام او المعاقين. فخلينا نتكلم عن هذا التحدي ايضا استاذ علي. هني الجانب هذا لنا تجربة. طالب متلازم الداون قلنا خلنا ندخله تعليم عام، والأم متشجعة مية مية، زين شو؟ وكذلك المسؤول متشجع معها وقال أنا ودي فعلا بهالتجربة هذه، زين؟ وقالت أنا أدعمها في البيت وساندة، وكذلك أنتم من خلال المدرسة أيضا تحسون حسابكم ترى في متلازم الداون موجود عندكم. كان مع الغير مع ما نقول هم معاقين لكن تعليم عام. زين الحين الهيئه التدريسيه والاداريه شلون تقبل هذا الاعاقه الذهنيه، زين اللي راح يكون موجود معاهم في التعليم العام. هذا صار في تحدي بالضبط. شلون تعاملوا مع استاذ علي؟ تعاملوا عكسيا. شلون يعني؟ ما تم تقبله. ليش؟ لانه والله ما عنده القدره انه يجاري التعليم العام. واضح، يعني كان الامر من عنده من الطالب نفسه. لا، من اذا انا بقول رايي لا، من الهيئه التعليميه الاداريه. يجب ان تهيئ عشان كذي هذا تحدي. لا شك يعني قبل التجربه هذه يجب ان تهيئ. صحيح. ويقال لهم كذا، امر طبيعي، ويدربون. صحيح. ويعلمون، والمدرس شلون يؤدي المعلومه وشلون يؤدي المنهج ماله. عنده واحد اعاقه ذهنيه لكن اعاقه ذهنيه قادر على التعلم. صحيح. زين وعده منهج الابتدائي، فهذا يعني اول تحدي راح يكون وين؟ في فعلا في الوسط، في الميدان. في الميدان بالضبط، لازم تتهيئ الميدان هذا. لذلك يعني هذا استاذ علي يتطلب ان المعلم اللي يدخل هالمجال يكون يعني مؤهل بشكل مؤهل، يعني يكون خريج خلينا نقول كليات خاصه بتخصصات استاذ علي فيها. يعني طبعا هذا لازم يكون موجود، لكن في وضعنا الحالي ممكن دورات وخبره ميدانيه. خبره ميدانيه. طيب ايضا التعليم الخاص فيهم استاذ علي اثناء الدمج بماذا يختلف التعليم العام اللي هو حق الطلاب العاديين عن ايضا التعليم الخاص بالاحتياجات الخاصه او المعاقين بكل يعني انواعهم استاذ علي؟ خلينا نتكلم عن هالجانب لكن بعد الفاصل ان شاء الله. اذا حبيتنا فاصل وراجعين لكم، خلكم معنا. رجعنا معاكم من جديد، وأعود أرحب بضيفي الفاضل الأستاذ علي الثويني أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. حياك الله أستاذ علي من جديد. الله حياك ويعطيك. حياك الله أستاذ علي المبارك. أستاذ علي نتكلم معك أيضا عن جانب مهم، وهو بماذا يختلف التعليم النوعي للمعاقين إذا صح التعبير عن التعليم العام الاعتيادي للطلبة الباقين؟ هو ليش صار في يعني إدارة أو في إدارة التعليم النوعي والعام؟ العام المناهج العامة اللي موجودين في المدارس الحكومية. النوعي كون إعاقات مختلفة، زين
نوعية تختلف عن غير المعاقين، في حركي سمعي بصري ذهني كذا زين، والذهني يكون في مناهج تختلف عن مناهج أيضا التعليم العام. هذه قاعد تذوب شوي شوي، فكان أول شيء حتى الصم كان تعليمهم، كان تعليمهم كان منهجهم خاص، تم إخراطهم الآن في التعليم منهج التعليم العام، فهم يدرسون تعليم منهج عام، الصم يدرسون مناهج تعليم عام، الحركة يدرسون مناهج تعليم عام. فالنوعية في شنو؟ نوعية في إنه كون هناك إعاقات مختلفة وهني لا ما في إعاقات زين، لكن المنهج واحد هني والمنهج واحد هني، ما عدا منهج واحد إيه ما عدا مناهج الفكرية يعني الفكرية يعني تختلف. في بالنسبة للتربية عندهم مناهج حق التعليم النوعي، حق قصدي بطء التعلم زين، لكن حتى صعوبة تعلم منهجهم أيضا حالهم منهج التعلم العام. النوعي في نوعي في 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 مسميات إعاقاتهم. يعني تدل أفهم كلامك أن المعلم العادي في التربية يقدر يدرس في الخاصة نفس المنهج؟ أيضا معلمين الموجودين في التعليم النوعي أو الخاص منهم من التعليم العام، لكن يدخلون دورات وغيره وكذا، لأن ما عندنا يعني الخريجين ما طلع المسارات التعليم النوعي إلا فترة متأخرة، ولا زال موجود في الميدان معلمين ومعلمات من التعليم العام، فمن خلال البيئة يتعلموا الدورات وغيره. طبعا احنا نطمح ان يكون خريجين تخصص من الجامعات ومن التطبيق وغيره، فالتعليم فعشان كذي سهولة الدمج بالنسبة حق المنهج هو موجود هنا وموجود هنا، خاص سمعي بصري حركي زين، مجرد تاخذهم هناك او تاخذ هذلاك وتجيبه هنا، يعني لا يمنع ان غير المعاقين يدمجون في عندنا في المدارس في التربية الخاصة، لكن تهيئ لهم مثل ما ذكرنا البيئة، تهيئ لهم المعلم، تهيئ لهم الوسائل، تهيئ لهم الخدمات المساندة من علاج من غيره من نطق من هذا كله لازم تهيئ لهم أينما يكون طالب ذو الإعاقة يكون معاه خدمات المساندة، سواء كان في التعليم العام أو كان في مدارس اللي هو موجود فيها. وخاصة هناك نقطة يجب أن ننتبه عليها، وهذه الحين قاعد يصير فيها يعني حراك، وهو العلاج الطبيعي. أنا ودي أوصل رسالة بأن خاصة إحنا مقبلين على الدمج، وأن أي طالب يكون في مدرسة برا في التعليم العام يجب أن يكون معه الخدمة المساندة من العلاج الطبيعي. والعلاج الطبيعي في مدارس التربية الخاصة وبالنسبة للمعاقين وكذلك مستقبلا إن شاء الله المعاقين إذا انتمجوا هناك، هو علاج طبيعي تربوي تعليمي. يعني هذا متخصص العلاج الطبيعي مو يهمزه ولا يحط له كذا ولا مائي ولا كذا، لا هو يعلمه شلون يتحرك، يعلمه شلون يقعد، يعلمه شلون يمسك القلم، يعلمه شلون لما يطلع السبورة، هي تعليمية نفسها. إيه يعني يعني العلاج الطبيعي الموجود في المدارس التربية الخاصة ما يجب أن يقارن 100% مع العلاج الطبيعي الموجود صرص وزارة الصحة. جميل. هناك متخصصين متخصصات في العلاج الطبيعي عندنا في التربية الخاصة، أنا يعني أقترح بزيادة عدد زيادتهم زيادة صحيح. العدد صحيح. وكذلك إلحاقهم بالتربية طبعا. لأن الحين في في فهم يعني مو واضح ان اسمهم علاج طبيعي خلوا يروحون وزارة الصحة، واضح نعم لا يجب ان يكون موجودين بالتربية صحيح. بحيث يروحون مع الطالب في مدارس التربية، دورهم في تهيئة البيئة التعليمية للطالب، هذا دور تهيئة الطالب للتعليم للتعليم نعم للتعليم لباكر انت بيندمج هناك مسكة القلم المشي طلع من الصف الدرج النزول مقصف أيوة الامور هذه قبل الصباح صحيح. شلون انت تبي تعينه هذا غير معاق بعين معاق ايضا، شلون تعينه شلون تمسكه شلون تدزه شلون كذا، هذا كله عند نشر ثقافه التعامل معهم، هذا كله عند اخصائيين العلاج الطبيعي اللي موجودين في التربيه الخاصه الان موجودين. جميل. فيجب الانتباه وزياده الحرص عليهم. طيب هل ترى سلعلي ايضا المناهج يعني يجب ان تختلف؟ ذكرت قبل شوي ان المناهج تقريبا واحده، هل ترى ان المناهج يعني يجب ان تختلف ايضا حتى يعني تعطيهم حقهم في التعليم ويكون فيها وسائل اكثر تنوع ومناسبه لهم؟ بالنسبه اذا انت بتدمج البطء التعلم وعاقات الذهنيه صحيح، يجب ان فعلا المنهج يجب ان يكون يعني يراعي القدرات هذه الموجوده هنا زين، نفس الوقت في حاله ان تعثر يجب ان يكون لهم مسارات، هذه المسارات فيها شهادات معترفه، يعني انت راح مسار
مهني مثلا أو صاح مسار فيها مناهج مخفف مثلا، يجب أن يصل إلى شهادات تؤهله للتوظيف. الآن عيالنا اللي مو قادر يجارون التعليم العام شهاداتهم بعضهم مو معترف فيها، بعضهم مجرد أن أدرس وآوي وكذا، لا في الدمج يجب أن يأخذ هذا بعين الاعتبار. هذه النقطة المعلم شلون يعني لازم يعرف عنده طلبة متعددين القدرات متعددين الذكاء شلون يبدأ يوصل لهم هذا المنهج، وهذا يستفيد وهذا يستفيد وهذا أيضا يستفيد في الأوراق الامتحانات لما تنزل. يجب أن يراعى أن هناك تنوع عنده في الفصل، فعلا هذا يجب أن تراعى في المناهج خاصة إذا في بعض الإعاقات اللي أقل من معدل الذكاء العادي. وكذلك يعني وجود المدرس المساند يساعد المدرس الأصلي في توصيل المعلومة. صحيح. فيبدأ هذا اللي أنت تحسه أنه ما يجاري التعليم العام، لا مناهج التعليم العام لا راح يجاري لما يكون في عنده مدرس يركز وياه. صحيح. وأيضا المناهج أستاذ علي أيضا ما تضر الطالب العادي اللي مو من ولا تضر الطالب العادي، يستفيد منها ما تضر أكثر. نعم. بالعكس مناهج ما تضر ولا شيء. ممتاز. يبقى شنو هو فيه، وهذا يأخذ رأي الطلبة مثل المكفوفين يقول لكم إحنا في بعض المواد من الإحصاء وغيرها إحنا ممكن ما نقدر نجاريها، هذا يأخذ فيها الاعتبار عين الاعتبار. وكذلك يجب أن تعالج هذه النقطة. يعني شلون أنا أخلي هذا المكفوف يدرس المواد الرياضيات اللي هو مو قادر عليها، بعض التخصصات في مجال الإحصاء أو الرياضيات وغيرها، يجب أني أنا أتغلب على هذا وأخليه يدرس. مرة كنا في بنعدل يوم دخلنا الصم حق التعليم العام جتنا فصول مثل فصل السمع زين والأصوات وغيره. نعم. قلنا هذيل الصم وين الأصوات وهذيل خلينا نشيل المنهج هذا زين ونخفف عليهم. لكن بعدين جت السنوات اللي بعدها لا يجب أن يطبق هذا المنهج بحذافيرة بما فيه فصل الصوت عشان يعرف هذا الأصم أن ترى هذا فيه صوت والصوت ينتقل إلى كذا وصوت كذا. فيجب أن يأخذون المنهج كما يأخذه الطالب غير المعاق، ولكن يجب أن يكون بعين الاعتبار أن اللي قدامك ترى إعاقة ذهنية أو إعاقة سمعية أو إعاقة بصرية، بحيث أنك أنت شلون تتعامل معه وتوصل المعلومة كما وصلت عند زميلة. يا سلام. والحمد لله تم إيصالها لهم في الجانب. بالنسبة إلى المنهج كامل الحين. ما شاء الله. ومدارسهم طبعاً. ممتاز. طيب سيد علي قد يتسأل بعض هو في اللقاء يقول لك هل هذا يعني الدمج خلاص يعني راح يلغون المدارس الخاصة راح تلغي خلاص؟ في مقولة تقول مدارس الدمج لا تلغي التربية الخاصة. لا تلغيها. فأنا خاصة في البدايات بداياتنا يا ولي أمر تبي ولدك هني أو تبي ولدك. عملية اختيارية. أنا اقترح يعني كذي. نعم. أنت تبي عندكم في البيت يم البيت في المدرسة أو تبي في التربية الخاصة. الدمج لا يلغي التربية الخاصة، لكن لما تشجعون فترة انتقالية، لما تشجع الطالب هذا ولي الأمر والأسرة ويشوف إنه ما في موانع ما في عوائق وإن المسألة ناجحة، لا أكيد ربي يشيل ولده ويأخذ ولده وينقل ولده ويودي المدرسة اللي يم بيتهم. وكذلك التعليم الخاص إحنا قاعد نقول لهم يا تعليم خاص أيضا أنتم اطمئنوا ما راح تسكرون زين، لأن أيضا قد يكون التعليم يعني غير المعاق يقول له أنا ما أبي مدرس حكومة بودي خاص. صحيح. صحيح. هم المعاق نفس الشيء يقول والله أنا ما أبي في الحكومة بودي خاص. صحيح. فالمدارس الخاصة نقول لهم لا أنتم موجودين ومكانكم. صحيح. لا تخترعون من الدمج. أيضا أنتم أول من سبق في الدمج، بعض المدارس فيها دمج. صحيح. فنقول فإحنا بالعكس أنتم يعني مكملين للتعليم الحكومي، التعليم الخاص والتعليم الحكومي مكملين لبعض، الطالب يكون هني أو يكون هني، هنا دمج وهنا دمج. جميل. وكذلك المدارس الخاصة اللي ما اللي فيها إعاقات شديدة أيضا ظل مكانكم وموجودين، والحكومة راح تدعم الطلبة اللي عندكم والأمور طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أيضا أستاذ علي هناك أتوقع بعض المدارس الحكومية فيها بعض الفصول الخاصة كلها اللي أتوقع بعض الاحتياجات الخاصة بشكل كامل مثل بطء التعلم ومتلازم الداون. وكانوا يأتي معلمين من الخاصة يدرسونهم هنا في الحكومة ولا كانوا معلمين من التعليم العام؟ يفرز لهم معلمين لهم. يفرز لهم معلمين لهم في المدرسة هذه يعلمونهم، يوصلون للتاسع أعتقد بطل التعلم، وإذا يعطونهم فرصة أيضا لما يوصل التاسع اختبار أنه ممكن يكمل أكاديمي أو يروح مهني تطبيقي ويروح سوق العمل. وتوقع أيضا متلازمة داون للخامس، وفي أصوات تقول لي كملوا مرحلة متوسطة وحاولوا تنعشون المرحلة هذه مرحلة الدمج، لأن
ملاحظين بالأمور أنها قاعدة تضعف يعني عملية. لكن الصف جزء. فقط للدوام ما كان معاهم دم جزئي جزئي سموه بالضبط يكون جزئي هذا يسمونه يكون في الفراص في الأنشطة في الرحلات كل مع بعض وبعض بعض المدارس طبقوه في كل محافظة تعليمية في مدرسة أو مدرستين مدرستين فقط مدرسة مدرستين على حسب طيب كثافة العدد أستاذ علي خلنا نتكلم معك أيضا عن ما يتعلق بهل هناك إحصائيات ونسب للطلبة اللي ممكن يتم دمجهم يعني أنت ذكرت قبل شوي أن في حالات شديدة قد لا يتم دمجهم هل هناك إحصائية للحالات الشديدة والحالات اللي ممكن يتم دمجهم أستاذ علي والله شوف أنا شخصيا ما أمتلك هذه الإحصائية لكن أكيد ما راح تقدم التربية على خطوة إلا مجمع عدد معين قادرين على تطبيق الخطة هذه صحيح. هذا شيء موجود إن شاء الله صحيح طيب خلينا نتكلم معك شلون تقييمك لي خلينا نقول العمليات التثقيفية والتوعوية للمعاقين وحقوقهم أستاذ علي في المجتمع يعني بشكل عام شلون تقيم الدور هذا هو لا شك الحين في يمكن تسمع عدة أصوات تحاول أنها تقوم في توعية المعاقين في حقوقهم والحين بعض المحامين ممكن تلاحظهم طلعوا وقاموا لأن إحنا صحيح. دربنا المحامين ما شاء الله لا ما يستغون عنكم ما يستغون عنكم في الدور هذا أكيد أكيد حتى المحامين شوف لأن أنا بديش أدافع عن هذا المواقف لازم أعرف شنو كذا شنو كذا فمن وين أعرف من اللي عايشين معهم ففي أصوات لا تطلع قاعد تنوّت وتوعي في مسألة حقوق المعاقين ولكن أيضا نحتاج هم أكثر نحتاج أكثر وسائل أكثر توعي لأن أقول لك قصة يعني تأمين التكميلي نعم. تأمين التكميلي الآن في شباب زين تجمعين يقول يا جماعة والله إحنا ما سمعنا إن متى بدأ ما سمعنا إحنا تقاعدنا بعد شهرين ثلاثة أربعة ما لحقنا نعرف إن في تأمين تكميلي عشان نشترك المعاقين طبعا نشترك قبل أن تقاعد هذا مش منه أنا توعية في هذه النقطة ضعيفة فلا شك أننا محتاجين مزيد من التوعية عشان ما تروح حقوق بعض المعاقين وهم ما يدرون زين وكذلك بالنسبة حق اللائحة لائحة القانون المعاقين ولائحة حتى كبار السن في ضعف التوعية بالنسبة حق هذه المسألة في ضعف توعية لأن الكثير أو بعض المعاقين أو حتى بعض المسنين يسأل شنو حقي حقوقي في أنا قرأت قانون المعاقين لكن ما أدري شلون تطبق شنو حقوقي فيها هل أقدر أخذ كذا ولا ما أقدر أخذ كذا لما يكون هناك من خلال هيئة المعاقين أو وزارة الشؤون على الأقل حلقات عندكم أنتم في الإعلام صحيح. عن توضيح عن لوائح القانون وشنو لك شنو عليك زين يكون في توعية أكثر وما تروح حقوق في ناس فعلا راحت حقوقهم لأن أنا والله ما أدري ان لي حق اني اخذ كذا زين فتحتاج توعيه نحتاج زياده يعني طيب دور من استاذ علي في دمج المعاق في المجتمع وتوعيته ب خلينا نقول علاقه الحقوق هذه هل دور فقط الاهل ولا دور جمعيتنا في العام على ترى على من يقع العاتق الاكبر في ذلك استاذ علي هو يجب ان يكون هناك توافق وكذلك دور على المؤسسات الحكوميه وعلى جمعيات النفع العام ذات الصلة جمعيات النفع العام ذات الصلة مكملة للجانب الحكومي لا غنى عن الواحدة عن الأخرى صحيح. فدور يجب أن يكون في توعية في هذا المجال على الجهات الحكومية ذات الصلة بالإعاقة وكذلك على جمعيات النفع العام ذات الصلة وليش هي أسست وأشرت لهذا الدور وكذلك دور كبير عليهم وكذلك الأفراد لكن الدور الأكبر على هذا كذلك في ناحية الدمجهم الاجتماعي وغيره والوظيفي كله على الجانبين نشكرك كل شكر ضيفي الفاضل الأستاذ علي لثويني أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين قواك الله أستاذ علي وفعلا ابتعتنا في الحلقة أنتم أصدقائنا يعني أنتم أصدقاء المعاقين إن شاء الله حياك الله أيضا شكر موصول لكم أحبتنا على هذه المتابعة انتظرونا في حلقة مقبلة في أمان الله ومع السلامة